مشاهدينا واكيد بعدنا مستمرين في فقراتنا. حاليا وصلنا لفقره شباب الغد. طبعا ضيفنا لهذا اليوم هو لاعب كره قدم موهوب وهو عبد الله وليد. مرحبا بك يا عبد الله. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. مساء الخير عليك. مساء النور. عبد الله، قبل كل شيء اريدك تعرف الجمهور من هو عبد الله. عبد الله وليد، عمره 18، لاعب كره قدم، اشتغل حداد. نعم. طيب، قلت عمرك جيت 18 سنة أي. فقط، من شو وقت بديت تلعب طوبة أو كرة قدم؟ 2013، يعني قبل كم سنة تقريبا؟ تقريبا 10 سنوات، هيك صار أكثر. طيب، أنت اكتشفت الموهبة يعني نفسك بنفسك؟ لو أحد قال لك عبد الله إنه أنت عندك موهبة بكرة القدم فطور من هاي الموهبة. لا، مدرب اكتشفني، رائد اسمه كابتن رائد. نعم. إيه. اكتشفني وقاعد تطور من نفسك، وانا هم راجعت نفسي وطورت من نفسي هم زايد. طيب، قبل يكتشفك المدرب، انت بينك وبين نفسك حسيت انه انت ممكن عندك حب لكرة القدم؟ اي حسيت. شلون بديت البدايات؟ سولف لي عليها. لعبت باكاديمية الموهوبين الغزالية، اول اكاديمية لعبت بيها. حلو. وطلعت من عندهم ب 2021. نوب رجعت لعبت باكاديمية الانيق الكروية. حلو. لعبت وياهم سنة وطلعت هم من عندهم. ما شاء الله. لعبت ويا أكاديمية السلام. نعم. وهم لعبت يوم كم شهر وطلعت من عندهم. حلو. طيب، أريد أعرف منه أكثر لاعب ممكن إنه عبد الله يتمنى إنه يصير مثله أو ممكن يحب إنه يقابله؟ كريستيانو. ليش؟ أفضل لاعب بالتاريخ. ولين أنت ريالي؟ إيه. فتفضل إنه كريستيانو. إيه. تمام. طيب، شنو أكثر نادي الشجعة؟ ريال مدريد. ريال مدريد. إيه. زين، ليش من شوكت من يا عمر انت اكتشفت انه انت تحب هذا النادي؟ 2015. هي. طيب، من هنا شوي احنا حنسوي حزازيات بين اهل ريال واهل برشلونة. عادي، ماكو مشكلة، احنا عندنا بطولات اكثر من عندكم. حلو. انت ايش مدري كان برشلوني؟ بين. طيب، ليش ريال؟ شنو اللي يميزهم عن برشلونة؟ نادي تاريخ، عنده بطولات. نادي القرن، بطولاته تشهد له. اي. زين، تحب توجه كلمة لكل شخص يشجع برشلونة؟ شو تقول لهم؟ ناعور مال هموم. نعم. طيب، خلينا نسولف منه أكثر شخص اليوم شجع عبد الله، يعني سمعه كلام إيجابي بحيث خلاه إنه يتطور بهاي الموهبة. من الأشخاص اللي وقفوا بجانبك وشجعوك؟ أبويا وربعي. حلو. إيه. يعني الوالد كان داعم إليك. إيه. حب إنه يشجعك ويطور من موهبتك. إيه. نعم. طيب، شنو اكثر الاشياء السلبيه اللي مريت بها من دخلت بكره القدم؟ ممكن اشياء بالاول عفو سلبيه انه خلتك يعني ممكن تحطمك، ما تخليك انه تشجع، شنو اكثر الاشياء هاي؟ يعني اكثر الاشياء الظروف. الظروف. ايه، ظروف الشغل. ظروف الشغل. ايه. طيب، انت بما انه ذكرت الشغل، ايه، فخلي شوي ندخل بحياتك الخاصه. ايه. عبد الله، انت شنو تشتغل؟ انا اشتغل حداد. حداد. إيه. طيب، من يا عمر بديت تشتغل؟ عمري 15 بديت اشتغل. من عمرك 15؟ إيه. يعني قبل 3 سنوات. إيه. شنو اللي خلاك تدخل بهذا الشغل؟ مسؤولية على مود اهلي، واخوات عندي كليات وهاي. ربي يحفظهم لك ان شاء الله. شكرا. يعني كنت انت الشخص الداعم لعائلتك. إيه، المساند لهم. انت المساند لهم. إيه. يعني الوحيد لهم. انت الوحيد؟ إيه. عندك كم اخت؟ 4. 4 خوات. ايه. ربي يحفظهم. خواتك اليوم شنو دراستهم؟ 2 كليات و2، واحدة متوسطة واحدة ابتدائية. حلو. ايه. وانت الشخص الوحيد، خلينا نقول المعيل. ايه. بالعائلة. ايه. اللي تساعدهم ووصلتهم. ايه. لهذه المرحلة. ايه. طيب، شو تحب توجه كلمة لنفسك اليوم انت تعتبر بهذا العمر فقط عمرك 18 سنة وشايل. ايه. مسؤولية عائلة كاملة وخاصة خوات، شنو الكلمة اللي تحب توجهها لنفسك؟ فخور بنفسك اليوم؟ ايه، الحمد لله. حيل الله أنا وصلت هذه المرحلة. إيه. ونعمة بالله. طيب، أهلك مسانديك يعني؟ إيه، مشجعيك الحمد لله. إنه أنت تقدر يعني بنفس الوقت موهبة هاي جميلة وبنفس الوقت. إيه. إنه أنت تشتغل ومعتمد على نفسك. إيه، الحمد لله مسانديني. طبعاً عبد الله، يعني أنا أريد أقول لك كلمة من عندي إليك. إيه. صح إنه أهلك رب يحفظهم إليك وفخورين بيك، بنفس الوقت ممكن أي شخص اليوم من يسمع إنه أكو هيك شاب بعمره 18 سنة فقط يكون. إيه. هو مسؤول على عائلة كاملة. إيه. ويعتبر الداعم الرئيسي والأول لخواته، فيكونون جداً فخورين. صحيح. فأني واحدة من الناس الفخورة. شكراً. بيك.
ربي يحفظك ان شاء الله. طيب عبد الله خلينا نسولف اليوم، انت شلون تقدر توازن وقتك وبين الرياضه وبين العمل؟ اطلع بالسبعة الصبح للعمل، ارجع بالستة اسبح ابدل اتغدى واطلع بالسبعة بالليل ارجع بالعشرة. يعني ماكو وقت للراحه خلينا نقول؟ لا عندك وقت للراحه؟ يعني بس يوم الجمعه والسبت. حلو، يعني ممكن. ايه زين، هاي الجمعه والسبت شنو تشتغلها؟ شو تسوي بيها؟ بما أتمرن. ان انت الاسبوع كله رياضه وعمل. اتمرن. يعني هم يعني ايه ماكو وقت. ايه. تقدر هيك عندك حب للرياضه؟ ايه نعم. طيب شنو امنيتك المفضله؟ شنو اللي وين تريد توصل؟ العب نادي الزوراء. تلعب نادي الزوراء؟ ايه. طيب ليش نادي الزوراء؟ نادي الدوري العراقي، يعني اكبر نادي بالدوري العراقي، افضل نادي بالدوري العراقي، وعنده بطولات محققه وعنده افضل لواعيب قدامه وياه. ايه. طيب عبد الله خلينا نسولف شوي على الدراسه، انت قلت لي انه انت عمرك 18 سنه فقط. ايه. فدراسه شنو؟ يعني لياصف وصلت ممكن تكمل الدراسه؟ ثالث متوسط ان شاء الله، وهاي السنه راح اقدم على الخارجي. حلو. ايه. يعني حصير هم لاعب موهوب. ايه. وهم تشتغل الحمد لله، تكون داعم لاهلك وعائلتك، وهم ان شاء الله يا رب تكون شاطر بالدراسه. ايه. طيب انت من قبل عندك حب للدراسه؟ شاطر كنت مدرسه؟ ايه ما راسب ولا سنه. حلو. ايه ما شاء الله. بس نعم. الظروف شو تسوي بعد؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله. ممكن الظروف كانت لها سبب رئيسي حتى انت تقدر اليوم تكون واقف بهذا المكان. انت صحيح. هم موهوب نفس الوقت انه انت تعتبر فخر لاهلك ولكل صحيح. ناس ممكن يسمع القصه مالتك. صحيح. نعم. طيب شنو الكلمه اللي تحب توجهها لكل شخص عنده موهبه بنفس الوقت هو مسؤول على عائله، شلون يقدر يوصل لمرحله اللي انت وصلت لها حاليا وعمرك فقط 18 سنه؟ يقسم وقته، ومو بس شغل مو بس شغل شغل شغل. نعم. ويقسم نفسه من التمرين وهاي. ممكن يوصل. ايه. رغم كل الظروف يوصل. ايه. نعم. طيب بعد أرد أسألك شيء فضولي شوية. ايه. ممكن كرة القدم لها مثلا وجبات رئيسية خاصة بالتغذية لو عادي انه طبيعي كل شيء تقدرون؟ طبعا اكو. شنو سولف لي؟ شنو الجدول الرئيسي اللي خاص بالتغذية؟ لازم تمن لا تاكلوا بدهن، يعني وجبات تكون ايه دايت ايه خلينا نقول شلون ايه مفيده للجسم ايه مو مضره. ايه. طيب عبد الله انت اليوم من تريد تلعب بما انه عندك حب لكره القدم، ايه وين بيا مركز تحب انه تلعب؟ قلب دفاع. ليش؟ شنو السبب؟ قلب دفاع هو شايل نص الفريق. ايه. نعم. يعني بنفس الوقت هم يهدف، هم شايل نص الفريق، هو كل الفريق باعتباره هو الحارس. طيب خلينا نسولف على الاصابات. ايه؟ ممكن خلال التدريب او بداياتك خاصه نحس انه اي مجال ندخل به بصعوبه بالبدايه. ايه؟ فشنو الاصابات اللي تعرضت لها؟ كسر بالرجل. حلو. ايه؟ قويه هاي. ايه؟ طيب كسر يعني مو فقط رضوض. ايه؟ ايه؟ تعالجت؟ لو ممكن حد الان تحس 5 ايام ورجعت لعبت. حلو والله. زين مو صعبه؟ ممكن بدايتها تكون صعبه؟ لا. طيب بمرور الوقت رجع كل شيء طبيعي لو تحس ممكن؟ عادي. اها. كل شيء رجع طبيعي. كل شيء رجع طبيعي. ايه. طيب عبد الله خلينا نسولف على الوالد، ذكرت انه هو كان السبب الرئيسي بدخولك لكره القدم. شلون شجعك؟ شنو اللي شافه ممكن من عبد الله بحيث قال لك انا بظهرك واشجعك واستمر؟ شافني احب الطوبه وكره القدم. كل يوم اتمرن وهاي، شافني ظليت اضغط على نفسي بالتمرين هاي شجعني. زين خليني اسولف بصراحه، ممكن سبب ترك يعني انه تركت الدراسه بالمدرسه هو حبك لكره القدم لو فقط الظروف؟ حبي لكره القدم فقط الظروف. فقط الظروف. ايه ضروف. يعني مو بسبب كره القدم تركت الدراسه؟ كره القدم بعيد عن الدراسه. طيب ممكن الطالب بالمدرسه هم ممكن يعني كانوا ياخذوكم لنادي معين يشجعوكم بفترة انه بكرة القدم لو ما شفت هذا الدعم ماكو بالمدارس؟ ماكو. ما شفت. نعم. طيب عبد الله خلينا نسولف على الوقت، ممكن باليوم كم ساعة تتمرن بكرة القدم بنفس الوقت الحمائش قد يكون وقتك؟ الحماء 15 دقيقة 20 دقيقة يوميا هاي؟ ايه. نعم. طيب ووقت التدريب ايش قد يكون؟ ساعتين. ساعتين مستمرة؟ ايه. بدون توقف؟ ايه. طيب احنا بما انه بوقت تطور فنشوف السوشيال ميديا مفيده بكل شيء تقريبا، فاليوم انت كلاعب كره قدم ممكن السوشيال ميديا اضافت لك اضافه بسيطه بهذا الموضوع؟ اي اضافت لي. طيب عبد الله ذكرت بالبدايه انه انت مشجع لريال مدريد، تمام، انه انت ريالي. ايه.
فكرت يوم من الايام انه تلبس قميص ريال مدريد؟ ان شاء الله. وقدمت على اكاديميه ريال مدريد داخل العراق؟ لا ما قدمت؟ ما قدمت. طيب ممكن تطمح تقدم؟ ان شاء الله اطمح، هاي طموح. طيب نعم، اذا واحد عنده ثقه بنفسه يقدر يصعد ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طيب عبد الله، اليوم احنا بتطور مستمر خاصه بالسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن بها ايجابيات وبها سلبيات كذلك. انت اليوم كعبد الله وليد لاعب كره قدم، المواقع التواصل الاجتماعي شنو الاضافه اللي اضافتها لك؟ يعني اضافات كوما مثلا اليوم انت كشخص اكيد عندك صفحه خاصه بك على انستغرام، فيسبوك، على المواقع، تشر بها؟ انشر بها مال كره قدم مالتي. نعم. مال دريس و... شفت الدعم؟ اي شفت. أي. بشباب بعمرك اكبر من عمرك؟ أي. اكثر اكو دعم، اكو دعم من الاكبر من العمر لو بعمرك؟ أي. اكبر بعمري، اصغر بعمري، هم اكو دعم. طيب ممكن اليوم شخص بعمرك او اكبر او اصغر دخل لعبد الله قال له انا عندي هاي الموهبه بس اريدك انه تساعدني؟ اي اكو. عرضت عليك؟ ساعدت؟ اي ساعدته. طيب شنو الكلمه الاخيره اللي تحب توجهها من خلال قناتنا لكل شخص عنده موهبه كره القدم؟ الله يوفقه ويحفظه و... نعم. ويوفقك انت يا رب. شكرا. ونورتني. شكرا. ويا رب ان شاء الله كل التوفيق.